السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل أروع دجاج ممكن تاكلوه، طري جدا ولذيذ وشكله يفتح النفس. شايفين كده ولا أروع؟ بجد لو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه. تعالوا كده نشوف من جوه قد إيه مستوي. والنهاردة هنعمله من غير شواية، هنعمله في الفرن، يعني هنحطه في الفرن فقط. شايفين كده ولا أروع؟ يا خبر، استنوا، لذيذ بشكل. والنهاردة مش هعتمد اللي انا اعمل يعني تتبيلة اورينتال متعودين عليها زي التتبيلات اللي قبل كده، لا، هنشوف ان احنا النهاردة هنعمل تتبيلة مختلفة. فلو انت عايزة تجربي حاجة جديدة بطعم مختلف وشكل مختلف مشرف جدا، وجربيها كده قبل رمضان، واكيد اكيد مش هتبطلي تعمليها. يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ بسم الله، ونشوف هنعمل الدجاج اللذيذ ده. انا النهاردة عندي كمية من الدجاج، عايزة اعمل الاول خليط النقع عشان هو يتحط على النار عايزاه يبرد. فحوالي 2 لتر من المية هحط فيهم بصلتين وراس من التوم كده متقطع صغير. وتعالوا نحط بهارات صحيحة، عبارة عن ورق اللورة والفلفل الاسود، الكزبرة، وكمان القرنفل او المسمار. دي كلها بهارات صحيحة عشان تنزل النكهة والطعم كله. عندي كمان الملح، ملح خشن او ملح بحري، يعني نحطه شوية حلوين، يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة. وعندي الصويا صوص سواء الفاتح او الغامق. وتعالوا نحط الخليط ده على النار، يعني ايه، يطلع كده كل النكهة اللي فيه. ومتخيلين ان هو ده هيكون خليط النقع بتاع الدجاج؟ ايوه، هنشوف ازاي. تعالوا نحطه على النار، يعني اكنك بتعملي شوربة او كده. مش هتتوقعوا النتيجة غير لما تجربوها. تقليبة كده لحد ما ياخد كده غلوتين تلاتة على النار، وبعدين هنسيبه بقى يبرد تماما. بعد كده هنشتغل في الدجاج. يلا بقى خلاص نسيبه يبرد. فانا عندي النهاردة هنا تلاتة، فحبة اللي انا عاملهم طالما هفتح الفرن. حابة بس اوريكم طريقة التقطيع. انا دايما بشيل الجناح وبشيل كده الحتة اللي تحت دي، وبعدين بالمقص ببتدي افتح الدجاجة كده. والعمود الفقري ده مش برميه، ممكن اعمله شوربة او اي حاجة، مش هيكون مناسب معايا في الوصفة، ويعني ايه كده كده يعني مش بيبقى فيه حاجة يعني، بس برضو مش هرميه. تعالوا نفتح كده الدجاجة بالنص عشان عايزة اعمل انصاف دجاج، بيبقى شكلها مشرف جدا. الدجاجة دي وزنها حوالي 1.1 كيلو، انا شلت منها قطعة، يعني قولي تقريبا كيلو، فبتكون مناسبة جدا للشوي. لو في اي زوايد جلد او اي حاجة انا بشيله، والجلد طبعا ما بيترميش، والجلد مش صحي، بس هو بيعمل شكل وبيعمل طراوة للدجاج، فانا هشوي بيها وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ما جهزت كل الدجاج، ودلوقتي الخليط بتاع النقع ده خلاص بقى جاهز معايا وبارد كده، تعالوا نحطه في طبق واسع، علشان الطبق ده هسيبه فيه منقوع، اسمه خليط النقع، يعني ايه، يعني هسيبه فيه جواه. طيب النقع بيكون وقت قد ايه؟ بيكون من 4 ساعات، يعني اقل حاجة 4 ساعات. طيب واكتر حاجة يوم، يعني كده ايه، تعمليه مثلا، شوفي لو انت دلوقتي بالليل تعمليه لحد تاني يوم بالليل او تاني يوم الظهر وتبتدي تسويه. تعالوا نعمل بقى خليط التلميع الهايل جدا، عبارة عن معجون من الطماطم، بابريكا، بصل بودر، وشوية من الزيت، وشوية من الصويا صوص، وملح وفلفل. نقدر نحط البهارات برضو اللي احنا بنحبها، ولكن نكهة البهارات دي نكهات خفيفة كده، هتعمل طعم مختلف ولذيذ جدا جدا. هتحسي فعلا قد ايه الدجاج طري وجميل. فخلينا نتفق ان هو ده ايه، خليط التلميع. ودلوقتي نقعت الدجاج حوالي 4 او 5 ساعات، اهو ده كده. طبعا هشيل من عليه المية. تعالوا نجهز الفرن. هندخله ازاي في الفرن؟ صينية كبيرة، وطبعا علشان تسهلي على نفسك في التنظيف، انت اللي هتطلع عينيكي لو ما عملتيش كده. هاتي فويل كده، ويكون يا ريت يكون فويل يعني سميك شويه. بطاني الصينيه اللي هتخش الفرن واللي عليها تكون الشبكه من فوق. ويلا كده جاهزين. تعالوا بقى نشيل الميه، اول نشيل خليط النقع اللي كان محطوط في الدجاج، ونرص الدجاج كده على الشبكه. الفكره اللي انا رفع الدجاج عن الصينيه، مش عايزاه يبقى مباشره على الصينيه عشان يتشوي. خليط التلميع هبتدي اوزعه عليه دلوقتي كده بالفرشه، ندهن كويس
علشان ده هيدي طعم ونكهة جميلة جدا. طيب انا هريح دماغي من اول مرة كده وهدهن الناحيتين خلاص. لو عايزة تدهني ناحية وتدخلي الفرن وبعدين تطلعيه تاني تقلبيه وتحطيه براحتك، بس ينفع من اول مرة على طول تدهني خليط التلميع. طبعا خليط النقع لما قعد فيه الدجاج اتشرب طعم جميل وهيديله طراوة ما حصلتش. تعالوا نعمل الفرن على اقصى درجة حرارة عندك، يعني شوفي اقصى حاجة كام. انا عندي هنا تقريبا 290 او 280 اقصى حاجة، فخليه اعلى حاجة. يلا بقى ندخله وهو النار عالية جدا كده. بصوا بقى هدخله ازاي. انا مشغلة الفرن من تحت فقط ومش هحتاج اي حاجة تاني، يعني مش هحتاج افتح شواية ولا اي حاجة، لاني هسيب الدجاج جوه الفرن وقت كافي ان هو يتحمص ويتحمر ويبقى شكله رائع جدا. طيب هسيبه اول نص ساعة هيكون على اعلى درجة حرارة، وبعدين هخليه على درجة حرارة 160. ليه 160؟ عشان يستوي من جوه. وهتسيبيه ساعة تانية، يعني هتسيبيه في الاول نص ساعة وبعدين هتسيبيه ساعة تانية. هي ساعة كتير، يعني مقدار اللي انتي تحطي دجاجة كيلو 100 جرام ساعة ونص جوه الفرن بس بتستوي وبتبقى جميلة جدا. يعني ما تقلقوش بجد كل ما تدوها وقتها، لان الساعة التانية دي احنا هدينا عليها النار، فكل ما هنديها الوقت بتاعها في الفرن كل ما هتديني طعم غني جدا وطراوة فظيعة بجد. نفسي نفسي تجربوه من كتر جماله. مش عارفة طيب هتكلم واقول ايه تاني. شايفين شكله الرائع جدا، اللون والطعم والشكل كل ده من الفرن فقط. طيب بالفرد بقى اهو عملتيه وعايزة تعملي منه كمية. طبعا ينفع يتفرز، في ناس ضد التفريز وفي ناس مع التفريز، فشوفي انتي بتحبي ايه ومقتنعة بايه واعمليه. بس لو هتفرزيه سيبيه يبرد بس وبعدين فرزيه على طول. طيب انا دلوقتي هسيب لكم المقادير اللي هي هتكون عبارة عن خليط النقع اللي احنا هننقع فيه الدجاج مدة كافية من 4 ل 24 ساعة، يعني سواء 4 ساعات او 24 ساعة على حسب وقتك. وبعدين خليط التلميع ان احنا برضو بنزود بيه من على الناحيتين. فاتمنى ان شاء الله تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واكيد لازم تجربوها لانها ما تتفوتش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.